خلينا نشوف يعني هسه حتى اذا ما ان شاء الله على الثالثه بعد لي 21 نقطه يعني يجوز تروحون على تتاهلون مره ثالثه ان شاء الله ما تقدرون ان شاء الله نفوز لا لا تطلع 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 بقى 21 نقطه تطلع خلي ايش قد بعد تطلع بعد 21 نقطه خلينا نشوف ما اخاف انت تجيب لي 10 ولا 15 ماما قالت تطلع 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 يا الله خلينا نشوف